السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه عن استبيان عملته صحيفة ذا أثليتيك. وهذا الاستبيان قال إن كريستيانو أفضل من ميسي وجوارديولا يتفوق على كلوب. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل هذا الاستبيان. أجرت صحيفة The Athletic الإنجليزية استبيان ما بين أكثر من 100 لاعب محترف سابق في الدوري الإنجليزي، أقامت خلاله عدة مقارنات ما بين الماضي والحاضر. وقارنت الصحيفة خلال الاستبيان بين بعض الأشياء اللي كانت بتحصل في فترة لعب هؤلاء اللاعبين والفترة الحالية. وجه رد 57% من اللاعبين السابقين على ان اداء التحكيم الان افضل من اداء التحكيم في فترة لعبهم كرة القدم. و 66% من اللاعبين السابقين اكدوا ان كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد حظى بمسيرة افضل من مسيرة ليليون ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي، اللي حصل على تأييد 34%. وعن سؤال المدربين اللي بيرغب اللعب تحت اشرافهم، حاليا حصل جوارديولا على نسبة 44%، بينما حصل كلوب على نسبة 30%، وجاء انشيلوتي في المركز الثالث بنسبة 8%، وفي المركز الرابع 7% للمدير الفني بوتر، فيما جاء سيميوني في المركز الخامس بنسبة 5%، ثم باقي النسب لمدربين آخرين. يا ترى عجبكم استبيان ذا أثليتيك اللي اتعمل في هذه الصحيفة ونتائجه انتم مقتنعين بيها؟ انا من وجهة نظري الشخصية التي لا قيمة لها، إن ميسي أفضل بكثير من كريستيانو رونالدو، فأنا بطبعي برشلوني أتحيز لميسي في أي مكان بيلعب فيه. ولكن حتى في الفترة الأخيرة ميسي بيثبت إن هو لاعب قوي جدا ولاعب صبور ولاعب بيحب كرة القدم ويعشق كرة القدم. والدليل على كده إن في آخر مباريات قدر ميسي ان هو يسجل نسبة كبيرة من الاهداف، على عكس كريستيانو رونالدو اللي خرج فريقه من دوري الامم الاوروبية، واداؤه مع مانشستر يونايتد للأسف سيء جدا، لدرجة ان هو في مباريات عديدة المدير الفني مخليه لاعب احتياطي. اما بالنسبة ما بين جوارديولا والمدير الفني الاخر كلوب، فجوارديولا فعلا هو الأحسن من وجهة نظري، وده بالنتائج اللي حصل في الفترة الأخيرة، وده بأن جوارديولا حصل على 2 دوري ورا بعض مع فريق مانشستر سيتي، بالرغم أن كلوب خسر الدوري اللي فات بفارق نقطة وحيدة، وكلوب قدر ينجح أنه هو ياخد دوري من بيب جوارديولا في من سنتين ثلاثة فاتوا. ولكن رأيي الشخصي ان فعلا جوارديولا احسن بكتير جدا من كلوب، والنتائج هي السبب. اما الاداء التحكيمي فالفار فرق كتير عن التحكيم زمان. اخطاء زمان كانت في اخطاء كتيرة جدا، وكان في مشاكل كتيرة جدا، وبدأ العالم بعد كده تداركها، وبدأ ان يحصل محاولات لتصحيح هذه الأخطاء. محدش ينسى هدف مارادونا اللي جابه باليد في مرمى انجلترا في مباراة كان الفريق الأرجنتين فيها قدر ان هو يفوز بهذا اللقاء بهدف لمارادونا، هدف عالمي، مرقص اللعيبة كلها من نص الملعب ودخل جون لا يصد ولا يرد. والهدف الثاني اللي جابه باليد، وده اللي كان أثار ضجة كبيرة جدا
في هذه الفترة. محدش ينسى الهدف بتاع انجلترا اللي الكرة تخطت المرمى، وبالرغم من كده الحكم ما حسبش هذه الكرة وقال ان هي مش جون، وبعد كده طلع قرار موضوع ان يبقى فيه رسم الخط بتاع المرمى، وان يبقى فيه حاجة تانية بيسموها لما الكرة بتعدي الخط بيحصل سنسور كده عند الحكم يقول له ان الكرة تعدت الخط وبيحسب الهدف. اهداف ياما جت من اوفسايتات واتحسبت اهداف، وكور مش اوفسايت واتحسبت اوفسايت، وبالرغم من كده كانت هي اهداف مش اوفسايت. فالتحكيم دلوقتي افضل بوجود الفار طبعا بلا شك. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن استبيان ذا اثليتيك، الصحيفة الانجليزية اللي عملته. خليكم معانا في القناة، هننزل الاستبيان احنا يعني كقناة، وهنشوف ارائكم في هذا الاستبيان هتكون ايه، ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات اختياراتكم وايه سبب اختياراتكم اللي انتوا اخترتوها دي. وان شاء الله في فقرة تانية وفيديو تاني هعلن ان شاء الله عن نتيجة الاستبيان اللي انتوا قلتوه على قناتنا قناة اخبار كريم. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.